بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزيكم يا حبيبي، أخباركم إيه؟ وحشيني قوي قوي قوي، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. النهاردة هعمل معاكم حمص الشام أو الحلبسة زي ما بيقولوا المصريين. فأنا جبت نص كيلو حمص ونقعته في المية لمدة يوم كامل 24 ساعة. ليه؟ علشان الحمص ده كل ما يتحط في المية ويتنقع فيه القشرة بتاعته بتتقشر بسرعة. شايفين؟ اهو زي ما انتم شايفين اتقشرت في ايدي بسرعة واتفتحت نصين. فهو لما تيجي نحطه على النار هيستوي بسرعة خالص، مش هياخد وقت. بعد كده هنيجي على البوتاجاز. كده احنا صفيناه اهو من المية، وهنحطه بقى فين؟ على حلة على البوتاجاز بتغلي. هنزل عليها الحمص، هنخلي الحمص على البوتاجاز يستوي نص سوا. بس قبل ما يستوي هنحط عليه عصير ليمونتين، هنحط عليه الملح والبابريكا والكمون. كده هنقلب الكلام ده، هنقلبه كده كويس تمام. وعنده نص سوا كده هنيجي ونرجع نقول لكم هنعمل ايه الخطوة التانية. ان شاء الله هتاكلوا حمص شام زي احلى من بتاع الشارع، لان انا جايبة الوصفة بتاعته من الناس المتخصصة في عمل الحلبسة، فهيعجبكم او طريقتي ان شاء الله. بس خليكم معايا لغاية لما تعرفوا كل الخطوات. يلا بينا. كده حمص الشام اهو استوى نص سوا، خلاص على وشك السوا. هنحط عليه ايه بقى في المرحلة دي؟ هنحط طماطميتين او ثلاث طماطميات لو كانوا صغيرين. بعدين هنحط بصلاية كده متوسطة مقطعة اربعة، وثلاث فصوص توم بس مفيش غيرهم. هروح منزلهم كده وهسيبهم كده يجي ايه تلت ساعة كمان علشان ايه تستوي الحاجات دي كلها. وبعدين هقول لكم هنعمل ايه بالحاجات اللي احنا منزلينها دي بعد كده الخطوة الجاية ان شاء الله. خليكم معايا هتاكلوا حمص الشام زي بتاع بره بالظبط واحلى كمان. خليكم معايا. كده حمص الشام شايفينه استوى ازاي وبقى حلو خالص وعامل زي الزبده. هوريكم كده واحده في ايدي، شايفين؟ استوت بسرعه وبتتهري بسرعه، شايفين اهو؟ شايفين بقى الحاجات اللي هنا دي؟ انا هحاول بقى هطلعها كده، هطلعها كلها كده اهو. ماشي، البصل كله هطلعه، وهطلع كل الطماطم وفصين الثوم وكل حاجه. كده طلعت كل البصل والطماطم وثلاث فصوص الثوم كلهم طلعتهم. وهنروح بقى على ايه؟ على الخلاط. المرحله دي بقى هنروح على الخلاط، هنضرب الكلام ده كله في الخلاط، وهناخد معاهم كبشتين من الميه بتاعه الحمص، وهنطلع على الخلاط نضربهم ونرجع تاني. كده هنزل كل الخليط في الخلاط اهو زي ما انتم شايفين. بعد كده هجيب المصفى وهنزل كل الخليط اللي انا عملته كده، هصفيه هنزله كده متصفي خالص في الحله عشان ما يبقاش فيها ايه حتت صغيره باينه. الخلطه دي رهيبه، دي بقى سر حلاوه حمص الشام. شايفين؟ شايفين الجمال؟ حاجه خرافه، والريحه ما اقولكوش في منتهى الجمال، ريحه حلوه قوي قوي. دلوقتي هعمل ايه بقى؟ هعصر كمان ليمونه كده اهو. شايفين اللون روعه. هحط نص معلقه بابريكا تاني علشان تديها طعم حلو، وهدوق الملح. لو لقيت الملح قليل كده قليل هحط له ملح اهو. هنعمل بقى الخلطه الجباره اللي هتبقى جنب الحلبسه
واللي بيحب يضيف منها على الكوبايه بتاعته يضيف. هنجيب في البوله دي معلقه كمون، وفي البوله الثانيه هنحط معلقه شطه او انا حاطه معلقه صغيره، بس انا هزود عشان المعلقه دي صغيره. ونفس الكلام في الكمون. بعد كده هجيب بابريكا، هحط هنا شويه، وهحط هنا شويه. بقى على البوتاجاز هناخد بقى شويه من الميه بتاعه الحلبسه على الشطه اهي دي، زي ما انتم شايفين كده خلطه جباره، ولسه هنضيف لها حاجه كمان، ودي الخلطه بتاعه الكمون، الكمون والبابريكا مع بعض اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. تمام، هنضيف دي نص ليمونه، وهنضيف دي نص ليمونه، وكده الخلطه دي يعني ما تتخيلوش طعمها ايه، لو دقتوها ريحتها كمان رائعه، يعني مش هتبطلوا تاكلوا منها. بعد كده هجيب الجزره واخد على المبشره في الناحيه الرفيعه، وهبشر كده كام نصها كده حتى اهو زي ما انتم شايفين اهو. زي ما انتم شايفين الجزر انا بشرته على الناحيه الرفيعه خالص، علشان انا عايزاه ناعم وصغير كده، عشان انا هبقى ايه هزوق بيه وش الحلبسه. كده هنعبي في الكوبايه نص الحمص، نصها حمص كده اهو، والنص التاني هنحط فيه ايه شويه كده من الميه بتاعته اهو زي ما انتم شايفين. حاجه تحفه شكل الكوبايات في منتهى الجمال. هنكمل الكوبايات باقيها بالخلطه بتاعتنا الجباره دي، دي خلطه الكمون اللي عملناها بالليمون والبابريكا، ودي خلطه الشطه اللي عملناها بالشطه والبابريكا والليمون. كده هنزوق الطبق بتاعنا بشويه جزر مبشورين صغير، والطبق التاني نفس الكلام اهو. هنحط كده شريحه هنا من الليمون، وهنا كمان زيها، وكده الطبق بتاعنا جاهز. حاجه تحفه، بصوا شايفين الطبق شكله عامل ازاي، حاجه جميله جميله تحفه خالص، والجزر باين من تحت اهو. الجزر ده بيديله طعم جميل جدا جدا، وبيسكر الكوبايه قوي، والكوبايه لو عايزينها حاميه قوي قوي خدوا من الطبق ده، ولو عايزينها نص نص يبقى تاخدوا من ده اللي فيه الكمون. فايه رايكم؟ يا رب تكون وصفتي عجبتكم، يا ريت تجربوها هتعجبكم قوي، وتكتبوا لي رايكم في التعليقات، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي ما اشتركش في قناتي قبل كده يشترك ويفعل الجرس، وما تنسونيش في الدعاء.